موعد لأهم الأخبار، أهلا بكم. المستهل بالنشاط البرلماني، حيث ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل اجتماعا لمكتب المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 7 و 9 ديسمبر الجاري، فضلا عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب. وبالمناسبة، أشاد مكتب مجلس الأمة بالديمقراطية الراقية التي اتسمت بها محليات 27 نوفمبر، مؤكدا أن الشعب الجزائري لطالما كان في جميع المواعيد الانتخابية سندا لدولته ودعامة لها، وبذلك يكون قد قطع آخر تذكرة في سبيل إتمام عملية البناء المؤسساتي في سياق تمتين وتقويم أركان الجزائر الجديدة التي التزم بتجسيدها رئيس الجمهورية. كما عبر جوجيل عن بالغ اعتزازه بما تحقق للدبلوماسية البرلمانية الجزائرية من نجاحات خلال الجمعية 43 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا هذا الأسبوع. هذا وتقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء المقبل بتقديم ومناقشة مشروع قانون العقوبات، وكذا مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة 8 أسئلة شفوية وكتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. كما أحاط مكتب مجلس الأمة بقائمة مشاريع القوانين المودعة على مستوى مجلس الأمة وعددها 4. برلمانيا دائما، استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة عامة رأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. الجلسة خصصت لطرح أسئلة شفوية على قطاعات الطاقة والمناجم، الثقافة والفنون، الصناعة، السكن والعمران والمدينة، الأشغال العمومية، وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة خلال انطلاق أشغال الندوة 8 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بمدينة وهران تحت عنوان مساعدة الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة على التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية. العمامرة دعا إلى تعزيز الجهود بين الدول الإفريقية والعمل على ضمان الدعم اللازم لإفريقيا في مجلس الأمن لتعزيز وإعلاء صوتها والدفاع عن مصالحها والمساهمة بصفة فعالة في تقوية ميكانيزمات مكافحة الإرهاب لتحقيق الأمن والتنمية بالقارة. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، أبلغ العمامرة المشاركين في الندوة تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، داعيا إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك خدمة لمصالح الشعوب الإفريقية. المزيد مع سفيان مقنين. عن المواقف الإفريقية بشأن قضايا السلم والأمن وتعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في مجلس الأمن وبقية أعضاء الاتحاد الإفريقي هي المحاور التي تتناولها الندوة 8 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، والتي أشرف على افتتاحها اليوم بوهران وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة. في أجواء تميزها صعوبات في قضايا السلم والأمن بالقارة، يجب أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا أكبر في الوقاية وحل النزاعات. أعتقد أن اختيار محاور الملتقى كان أكثر من مناسب لتطوير سبل الحكام والسلم والأمن في إفريقيا لمواجهة التحديات المتزايدة التي تعيشها الدول الإفريقية هذه الأيام. نشكر جهود الجزائر في دعم المبادرات التنسيقية. هذا الملتقى يعقد في ظروف استثنائية تواكب التحاق دول إفريقية جديدة بعضوية مجلس الأمن، وهذا تحدي كبير للدول الإفريقية. نطمح لتعزيز هذا التنسيق وجعله محطة ذات أهمية قصوى لطرح وجهات النظر الإفريقية أمام المؤسسات الدولية والحصول على دعم شركاء دوليين لنصرة قضايا القارة. تنظيم هذه الطبعة 8 بوهران يأتي امتدادا لطبعات سابقة بادرت الجزائر بتنظيمها منذ 2013،
في إطار التزامها المتواصل بدعم عمل الاتحاد الإفريقي في مجلس السلم والأمن وتعزيز العمل الإفريقي الجماعي المشترك. في التعاون الطاقوي يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أشغال الاجتماع 35 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري 23 لدول أوبك والدول خارج أوبك الذي سيجمع الدول الموقعة على إعلان التعاون. على هامش مشاركته في القمة الدولية للمياه والتنمية المستدامة بالعاصمة المجرية بودابست وفي إطار اللقاءات الثنائية التي يعقدها مع نظرائه، التقى وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني أمس رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم. الاجتماع تناول التجربة الجزائرية في مجال الري من خلال عرض السياسة المائية الوطنية وضرورة البحث عن السبل والإمكانيات للارتقاء بالتعاون الجزائري الفلسطيني وترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين وتبادل الخبرات الوطنية في مجال البحث والتطوير. نظم اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاء تشاوري وتنسيقي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد. اللقاء يهدف إلى إدراج إصلاحات عديدة في المنظومة التربوية ومراجعة البرامج الخاصة بمختلف الشعب والأطوار التعليمية لتحسين نوعية التمدرس. في أحوال الطقس، يترقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية سقوط ثلوج ابتداء من مساء اليوم على مرتفعات عدد من ولايات وسط وغرب وشرق البلاد والتي يتراوح علوها بين 900 و1000 متر. وأوضح الديوان في نشرية خاصة من المستوى البرتقالي أن التقلبات تستمر من مساء اليوم على الساعة 6 إلى 6 من صباح يوم غد، حيث سيبلغ سمك الثلوج ما بين 15 سنتيمترات على عدد من المرتفعات التي تبلغ 900 متر على ولايات تلمسان، سيدي بالعباس، سعيدة، النعام البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت. كما سيبلغ سمك الثلوج ما بين 10 إلى 15 سنتيمترا بولايات المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية جيجل، برج بوعريريج، طيف، باتنا، خنشلة وتبسة. وهذا ابتداء من ليلة اليوم على الساعة 9 ليلا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 3 بعد الزوال. في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين السارة بولاية الجلفة من حجز أزيد من 3000 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج وأسلحة بيضاء، كما تم توقيف مشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة العامة. في إطار مكافحة دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة بناء على معلومات مفادها وجود كمية من المؤثرات العقلية بمسكن أحد المشتبه فيه وفي العقد الرابع من عمره، ليتم فور ذلك وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكن ذات المشتبه فيه الذي عثر بداخله على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرها 3075 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي قيمته 326400 دينار جزائري من عائدات الترويج، بإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء محظورة من الصنف السادس. بعد استيفاء إجراءات التحقيق أنجز ملف قضائي ضد الموقوف وتقديمه أمام النيابة المحلية بعين وسار. دوليا، تعتزم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الإعلان اليوم عن برنامجها النضالي خلال الفترة القادمة لإسقاط التطبيع وفق ما أفاد به بيان للجبهة أمس. ووجهت الجبهة المغربية وفق البيان دعوة لرجال الصحافة والإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني ووكالات الأنباء الوطنية والدولية والملحقين ملحقين الصحفيين المعتمدين بالسفارات الأجنبية بالرباط لتغطية الندوة الصحفية المقررة اليوم والتي ستتناول نتائج اليوم الوطني التضامني الثالث للجبهة مع الشعب الفلسطيني وموقفها من القمع الذي تعرضت له مجموعة من الوقفات. كما ستقدم الجبهة خلال الندوة برنامج عملها النضالي خلال الفترة القادمة لإسقاط التطبيع.
هذا وتشن دوائر المخزن حملة تخوين وتشهير ضد أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا محمد الشرقاوي بسبب انتقاده لسياسة النظام المغربي في المنطقة وسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني. ويتعرض الأكاديمي المغربي الذي يعمل محللا سياسيا لأكبر القنوات الإخبارية الدولية لحملة مغرضة منذ توجيه لانتقادات لاذعة لأداء الدبلوماسية المغربية التي تمارس سياسة عدائية ضد دول الجوار وبعض دول الاتحاد الأوروبي. نختم بأخبار الرياضة، حيث استهل أمس المنتخب الوطني لكرة القدم منافسات كأس العرب فيفا بقطر بفوز عريض على نظيره السوداني بنتيجة 4-0. هذا وسيواجه أشبال مجيد بوغرا بعد غد السبت المنتخب اللبناني لحساب الجولة الثانية من هذه المنافسة في انتظار إجراء المقابلة الثالثة يوم الثلاثاء القادم ضد منتخب مصر. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، ألقاكم في نشرة الرابعة.